Merci beaucoup. Longue vie pour Gaza Story et amitié depuis Gaza. لما فكرت إني أدرس بالبداية كان لي خيار أدرس برا أو في فلسطين، لكن أنا اخترت إني أعيش بغزة وبفلسطين، يعني مش بس غزة، يعني أنا بدي كنت أعيش بغزة وبالضفة وكل الأماكن ومدن فلسطين أتجولها وأشتغل فيها الفن. وجودي بغزة خاصة والأحداث اللي بتصير كانت جداً ألهمتني. أنا لما بشتغل بالفن وبفكر شو بدي أعمل ما بفكر إنه شو لازم أعمل إشي خارق أو إشي، لا بالعكس بحب أعيش الحالة وبنفس الوقت أدرس الإشي، يعني قد ما بركز بالإشي وبدرس فيه وببحث فيه بحس إني لسه ما عملت شيء، يعني لسه بدي أعمل كمان. نحت كمان لما بلش نحكي في الأفكار ونمثل الفكرة وفلسفتها ونحكي عن أمور بتتعلق بالإنسان وبالجسد، في يمكن كنت أحس بخوف أول ما بلشت أجسد شكل المرأة وأحطه قدام الجمهور، إنه ممكن ألاقي انتقادات أو عدم قبول. فبالعكس صرت أقول لحالي إنه مش مشكلة لو أولها ما تقبلوا الموضوع، بس مرة على مرة رح يتعودوا على وجود هذا النوع من الفن. في فترة البحث تبعتي كنت لما أبحث في مواضيع أروح للقصص والروايات والرموز اللي بستخرجها من ذاكرة أجدادي وذاكرة أهلي وذاكرة الأصدقاء، فكانت بالنسبة لي المراجع التاريخية جافة ومحدودة، يمكن ما كانت ترضيني من الجانب الإنساني. والجانب الإنساني كتير بعبر عن الحالة الحقيقية للمشاعر الفلسطينيين كلنا. لما اشتغلت على خامة الرماد تحولت معي لمادة فخرية، وقتها قررت أني أخوض تجربة مع هذه الخامة وأعرضها لعدة عوامل لقيتها بتشبهنا، فمن هنا أجت برضو فكرة البعث اللي موجودة في أساطير القصص القديمة، أنه إحنا كفلسطينيين قديش أن حياتنا رمادية وكتير أمور وتصعيد بمرق بحياتنا وبنتدمر وبتصير حياتنا ما فيها ألوان، بس مع هيك في أساسيات موجودة داخلنا مثل خامة الرماد، بنرجع بنوقف من أول وجديد وبنأسس حالنا من أول وجديد وبنحاول نحط أهداف جديدة من أول وجديد لنتعايش. فكنت يومها صغت جملة المعرض اليوم جعلته للرماد ظلا، وكان إنه الشكل جميل بس مش مكتمل، الشكل جميل بس مش ملون، فإحنا هيك.